بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا الانقطاع الطويل بسبب الظروف الصحية وبعض الظروف الأخرى، يعني كانت هنالك بعض الأسئلة فيما يتعلق بالتعامل مع المحاليل أو مع المحاليل المغذية، يعني مسألة الكيل والوزن. وكثير من الأخوة سألوني عن مسألة التحويل ما بين الوزن والكيل، يعني مثلا برنامج الهيدروبادي أو الحسابات غالبا تكون الأسمدة جافة فنتعامل معها وزنا، لكننا نحتاج إلى الكيل في بعض الحالات، خاصة إذا كانت الأسمدة المستعملة في المحلول المغذي سائلة مثلا أو بعضها سائل، ويعني أردنا أن نستعمل الكيل ما أردنا أن نستعمل الوزن، أو العكس. مثلا أنا عندي كيل، عندي مثلا خلطة مكتوبة باللتر أو بالميلي لتر، وأردت أن أحولها إلى وزن في سماد معين. اليوم إن شاء الله سأشرح هذه الطريقة، وعندي إن شاء الله يعني عندي تجربة مهمة جدا ونوه عنها في مسألة الأحياء المجهرية النافعة، مجموعة من الأحياء المجهرية كما تحدثنا، اللاكتيك أسيد لاكتوباسيلس وخميرة الخبز، ويعني لكن الآن سنطور هذا أكثر إن شاء الله في الفيديو القادم، يحتاج وقت طويل شوي، أنا يعني في أواخر التجربة إن شاء الله، يعني أخذت مني أكثر من تقريبا بحث عن المواد شهر تقريبا، والتجربة أخذت مني أكثر من أسبوع، يعني إن شاء الله قريبا سأرفع هذا الفيديو. الآن سأتحدث في الموضوع. إذن راح يكون موضوعنا هو التبديل بين الكيل يعني الحجم والوزن، أو الوزن والحجم. التبديل يعني مثلا أنا عندي كيل وأريد أن أحوله إلى وزن، أو عندي وزن أريد أحوله إلى كيل. الطريقة إن شاء الله بسيطة جدا لكنها مهمة. أنا أوجدت قانون بسيط لتحقيق هذا المطلوب. مثلا أنا عندي في برنامج الهيدروبادي أو بالحسابات اليدوية أو عندي خلطة جاهزة مكتوبة مثلا، أردت أن أطبقها، وسنأخذ مثال لنقل أنه عندي سماد معين مكتوب أو أنا استنتجته ببرنامج الهيدروبادي أو الحسابات اليدوية أنه المطلوب مثلا من هذا السماد 500 غرام. إذن المطلوب عندي 500 غرام. أنا مثلا السماد هذا سائل، أو أنه حتى لو لم يكن سائل مثلا أنا أردت أن أكيله كيلا، طبعا الوزن أفضل من الكيل يعني أدق، خاصة في الأسمدة الجافة، لكن السائل أحيانا يكون يعني الكيل أو الحجم أسهل في التعامل. وطبعا أنا عندي ملاحظة، يعني إذا أردت أن تحصل على يكون يعني استعمال الكيل أو الحجم، إذا أردت أن يكون دقيق أكثر فتستعمل دورق، يعني حاول أن يكون عندك الدورق أو الإناء يكون رفيع وطويل، ما تستعمل يعني عريض، لأن هذا أقل تغير أقل زيادة أو نقصان راح يصير عندك اختلاف كبير، بينما هنا إذا صار عندك شوي زيادة أو نقصان ما راح يأثر كثير يعني. فكل ما كان رفيع وطويل يكون أفضل، يعني آلة الكيل أو أداة الحجم يعني. فأنا عندي مثلا الآن عندي 500 غرام، المطلوب هو 500 غرام. طيب أنا الآن يعني عندي هذا السماد خلينا نقول سماد سائل، وأردت أن أعرف 500 غرام يعني كم مليلتر، يعني خلينا نحسب بالمليلتر كم يكون مليلتر. أول شيء لازم أقوم بعملية وزن، يعني لمرة واحدة، يعني أقوم بعملية وزن لمرة واحدة من عينة، أخذ عينة من هذا السماد وأقوم بوزنها حتى أعرف معامل التحويل. فأنا ماذا أفعل؟ خليني أخذ كمثال، أخذ لتر وأتعامل بالملي حتى يكون القياس أدق، يعني عندي 1000 ملي لتر. طيب عندي 1000 ملي لتر، 1000 ملي لتر هذه أقوم بوزنها
هذا الألف مليلتر ألف أو أي رقم، خلينا نأخذ الألف، أقوم بوزنها. مثلا طلعت عندي، طلع عندي الوزن مثلا طلع عندي خلينا نقول مثلا 1250. طبعا هو الاعتيادي أن يكون الوزن هنا أكثر من يعني أكثر من ألف، لأنه هذا الألف اللي هو لتر، اللتر هذا يكون 1000 غرام في حالة إذا كان الماء مقطر في درجة 25 درجة مئوية بضغط 1 بار تقريبا، اللي هو سطح على مستوى سطح البحر. لكن الآن نحن أضفنا يعني هذا ليس ماء مقطر، وإنما أضفنا له أملاح. نعم سيكون أقل، يعني مثلا أضفنا كمية من الأملاح سيقل عن الألف ملي الماء ما نضع، راح يصير أكثر من لتر، لكن أيضا سيكون الوزن أكثر. يعني حتى لو أضفنا أملاح وصار عندي لتر، لتر هو خليط من الماء ومن الأملاح، راح يكون عندي هذا أكثر من 1000 غرام، أكثر من كيلو. لماذا؟ لأن الأملاح أثقل من الماء وهي تذوب ويقل حجمها أيضا. يعني عندي عامل الإذابة أحيانا، يعني حتى نفهم بعض مفاهيم الإذابة الحقيقية. لو أنا أخذت مثلا، لو عندي إناء مثلا يستطيع أن يحتوي لتر، لو أضفت مثلا هنا نصف لتر ماء، خلينا نقول ماء مقطر، وأضفت نصف لتر كحول، ما راح يكون الناتج عندي لتر، وإنما راح يكون عندي أقل من لتر. الكحول يتحد مع الماء ويذوب في الماء ويقل حجمه. هذا نوع، يعني هذه واحدة من معاملات الإذابة أحيانا يعني تحدث، أنه أحيانا في حالة الإذابة يقل الحجم. يعني هذا موضوع آخر طبعا، فقط نريد أن ننوه إليه. يعني الآن إذا أنا عندي الآن لتر يعني 1000 ملي، وعندي 1250 غرام. طيب ماذا أفعل؟ راح أطلع قانون خاص لهذا السماد. يعني كل سماد يكون له قانون آخر حسب كثافته، حسب وزنه. الآن الطريقة ببساطة، راح يكون عندي القانون ببساطة، راح نقول ألف يعني 1000 ملي تقسيم 1250، راح يكون عندي الناتج هو 0.8، يعني 8 بالعشرة. هذا إذن هذا الرقم، الآن هذا الرقم إيش أعتبره؟ هذا الرقم راح أعتبره هو معامل التحويل بالنسبة لهذا السماد، لهذا السماد كله. إذا كان عندي سماد آخر معامل التحويل مثلا الألف طلع عندي 1200، راح يختلف الألف ملي طلع 1200 غرام، راح يختلف. أو طلع عندي الألف ملي اللي هو لتر طلع عندي مثلا 1300، راح يختلف. لكن أنا أتكلم عن هذا السماد بعد أن وزنت، أخذت منه مقدار 1000 ملي ووزنته طلع عند 1250، إذا معامل التحويل راح يكون هو 0.8. ببساطة المطلوب كم؟ المطلوب 500 غرام. كم سيعادل بالملي؟ ببساطة جدا راح نقول 500 في 0.8، راح يصير عندي الناتج 400. ما معنى 400؟ يعني 400 ملي لتر. يعني أنا سأحتاج من هذا السماد 400 ملي لتر، وهذه 400 ملي لتر راح يصير عندي وزنها 500 غرام. واضح؟ إذا كنت أريد مثلا، إذا أنا كنت أريد 600 أضرب في 600، 700 أضرب في 700، وهكذا حسب ما أنا أريد. يعني هذا الوزن المطلوب، هنا تضع الوزن المطلوب وتضربه في هذه النسبة اللي حصلنا عليها من خلال ما أخذنا نموذج عينة 1000 ملي لتر ووزناها وطلعت عندنا 1250. بالمستقبل طبعا بعد ما أحتاج الوزن، يعني كل ما أريد وزن معين أضربه في 0.8 بالنسبة لهذا السماد. سماد آخر يطلع عندي 0.82 مثلا، أو 0.85، أو 87، أو 9، أو يعني وهكذا حسب الرقم اللي يطلع عندي هنا، اللي هو قسمت هذا الرقم على هذا الرقم. قسمت النموذج اللي أنا أخذته كيلا
على الوزن لهذا النموذج؟ طبعا هنا ايضا استطيع التبديل، يعني مثلا انا عندي ما عندي 500 غرام، عندي مثلا ملي لتر، يعني مثلا انا عندي 400 ملي واريد اعرف كم وزنها. نفس الشيء هذا القانون يوضح لي نفس الموضوع، ايضا سيكون عندي هنا راح يكون عندي 0.8. اذا انا اردت مثلا، يعني مثلا ايش القانون، انا مثلا ماذا قال لي؟ قال لي انا اريد منك، انا اريد منك 400 ملي من هذا السماد، وهذا 400 ملي اريدها كم تساوي وزنا، يعني كم سيكون وزنها. طيب انا عندي 400 راح اغير هنا، طبعا راح يكون عندي بالعكس، يعني انا عندي الان انا ماذا فعلت؟ قسمت الالف على 1250، راح اقسم ال 1250 على الالف، راح يطلع عندي 1، يعني 1.25، تمام؟ راح يكون عندي 1.25. اذا راح يكون عندي هنا يعني مثل ما استعملت هنا، بدل ما اكتب 500 الان انا عندي 400، لكن بدل ما اضرب في 0.8 راح اضرب في 1.25. اذا راح اقول الان 400، الان راح اقول 400 في هذا الرقم في 1.25، يعني 25، راح يطلع عندي كم؟ راح يطلع عندي الناتج 500. ماذا 500؟ يعني 500 غرام. لاحظ هنا، يعني هنا عندي ملي، انا عندي الان عندي وسيلة القياس هي الحجم، عندي قياس شيء اقيس به الحجم، ما عندي ميزان، فالحجم عندي معلوم لكن الوزن مجهول، فماذا افعل هنا؟ استعمل هذا القانون، حصلت على الوزن، لكن هنا لا، انا عندي ميزان بس ما عندي كيل، وانا اريد ان اعرف كم يساوي كيلا، يعني المجهول عندي هو الكيل الحجم يعني، فاستعمل هذا القانون البسيط، راح يكون عندي المطلوب هو 400، يعني 400 ملي، يعني في معامل التحويل هنا صار عندي 1.25 وليس 0.8. لماذا؟ لان انا عندي الوزن اكثر من الحجم، لكن هنا عندي الحجم عندي اصغر من الوزن، هنا عندي الوزن هو اكبر من الحجم، ف راح يطلع عندي 500 غرام اللي هي نفسها هذه. لاحظ هذا 500 غرام طلعت عندي هنا 500 غرام بالتبادل بين القانونين، يعني استطعت أنا أتأكد الآن أن القانون صحيح، هو قانون بسيط جدا. هذا يعني هو ما أردت تبينه في مسألة التعامل ما بين الأوزان وبين الحجوم. وأي سؤال أنا حاضر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.